وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في محاربة الإرهاب واستئصاله ومحاصرته. فبرغم تكلفة حربنا ضد الإرهاب بكافة صوره والعمل على استئصاله ونجاحنا في محاصرته، فإن استعادة الاستقرار والأمن في بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه على 93 مليون نسمة لم يسنين يوما عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة في الاقتصاد.